ومعكم عزوز من فيديو جديد في يوم الحد 22 مايو. هتكلم عن انا كابتن عزوز. بس قبل ما اتكلم في اي حاجه اشتركوا في القناه واعملوا لايكات مع تعليقات حلوه مع تفعيل الجرس. هتكلم يعني فيديو مهم جدا عن اللي بيتمرن غلط وحتى كان في الجيم سواء كان في ثالث اللياقة أو في ثالث كمال. إيه اللي يحصل لك لو أنت اتمرنت غلط؟ اتكلموا معايا في المعلومة دي وعايز الكل يتفاعل في القناة. أي تمرينة واحدة غلط ممكن تدمر لك الدنيا معاك. ممكن يجي لك إصابة لا قدر الله تقعد أسبوع شهر سنة. فلازم نركز في التمرين. تمرينة الصدر مثلا العبها صح. اي تمرين غلط في تمرينة الصدر ممكن تؤدي الى مشاكل. او مثلا حطيت مثلا 100 كيلو كل واحد ليه طاقة بتاعته. انا مثلا ككابتن عزوز مثلا يعني حد في الاوزان اشيل مثلا 30 كيلو 40 كيلو ما ينفعش اشيل اكتر من اللازم. عشان لو شلت اكتر من اللازم هيجي لي اصابه ممكن اقعد سنه ما اتمرنش. فلازم احنا نركز في التمرينه ونتمرن صح. كمال اجسام في عباره انا مؤلفها. كمال اجسام صبر وهدوء وتركيز. التمرينه دي بتعمل ايه؟ وهل التمرين دي اللي انا بعملها صح ولا غلط؟ ففي كتير من الناس انا اعرفهم. واحد من الناس قعد سنة ما اتمرنش. فلازم نركز في التمرينة. تمرين الصدر العبها ازاي؟ تمرين الكتف العبها ازاي؟ تمرين باي تراي العبها ازاي؟ واتعب تمرينة اللي ممكن تلعبها وهي تمرين الظهر. تمرين الظهر تقريبا والرجل. تمرين الارجل. لازم نلعب كل تمرينة صح. تمرين الظهر تعرف ازاي تلعبها. في ناس بيجي لها اصابات والله ممكن توصل لمرحلة السلل العمود الفقري تعب تبقى لا قدر الله لا تمرين ولا اي حاجة. فلازم نركز في التمرينة وتشيل وزن على قد ما تقدر. ما تشيلش وزن تقول انا سوبرمان اشيل 100 كيلو. لا كل واحد ليه الطاقة بتاعته. بس يعني دي معلومة تهمك. اشتركوا في القناة واعملوا لايكات مع تعليقات الحلوة واعملوا شير للقناة. اتمنى اكون فدتكم بمعلومة زي كده. يمكن دي معلومة جديدة. وشكرا.